البرعي قال لك لو عندك وجع بطن بدل تشتري فلاجيل وما عارف ليك تمش للشيخ طوالي، تقول له ابويا الشيخ انا عيان وبطني وجعني، طوالي الشيخ بديك علاج. والله جد الشيخ بديك علاج بتاع وجع بطن، انت تدرس ايكلين، المهم يديك علاج. وطيب يا الصوفيه الان ازرق طيبه، ده شيخ من شيوخ الطرق الصوفيه، من دعاه التصوف في هذه البلاد. الصوفي ازرق طيبه الان مشى اسبانيا، قال دارين اعمل له عمليه بتاعت عيون، ما بشوف يعني. والله صحيح ابوك الشيخ هسه تلقاه شايل نعال الشيخ وبوس كرع الشيخ، والله ويسف التراب بتاع الشيخ، والمره بوديها للشيخ، وولد بودي للشيخ، داير يمتحن بجيب القلم بدي للشيخ. انت الشيخ الماشي له ده الان ودوه اسبانيا، ودوه اسبانيا قال عيان داري اعمل له عمليه بتاعت عيون، والله قال لي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يا ازرق طيبه الصوفي الان عندها الشيوخ بتاع انك، مش قلت انت الاولياء بيلحقوا وبيعلموا الغيب وبينفعوا وبضروا؟ اي ازرق طيبه تقول يا البرعي عندي وجع عيون الحقني، يا الكباشي عندي وجع عيون الحقني، يا الصايم ديما تلحقنا وتفزعنا، يا ما عارف ليك ابو الشرع تلحقنا وتفزعنا. الله قال ليك لا يملكون كشف الضر عنكم، ما بيقدر بيعالجك ولا تحويله، ما بحوله. عسى يقول لهم مش بيكرهوا الوهابيه الصوفيه الان، ما براون علمانيين حزب تحرير حزب اللمه وانت جد قول لك ده الوهابيه. ايوه امشي يا ازرق طيبه كورك للبرعي، قول له انقل المرض بتاعي ده ودي للوهابيه. الله قال لك ما في طريقه، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وده بوريك انه التصوف وحيران الصوفيه الدراويش ناس ما عندهم عقول، ما عندهم عقول. العيان بيمشي للشيخ والشيخ بيمشي اسبانيا، هسه دي فهمتها انت؟ دي فهمتها؟ انت لو عيان عيان تركب مواصلات من هنا تمشي لشيكينيبا، والله قال يا شيكينيبا فيك جمال فيك الطيبه، انت حبيبه بالقران انت رهيبه، والله دي شيكينيبا ولا برجر، فهمت؟ والله جت قال تمشي شيكينيبا لو عيان، واشياء لو عيان بيركب من هنا بيمشي للقبه بتاعت البرعي، القبه الجميل معماره، فهمت؟ لو عيان بيمشي للصائم ديما في مبدل 15 ومبدل حارة الرابعة، والله صحيح. الليلة الشيخ ذاته لمن يبقى عيان الشيخ بيركب بيمشي اسبانيا، وانت البليد مش له الشيخ تلقاه عيان منتهي مرة واحدة، عنده تايفوت ولا ملاريا ولا سجم رماد، انت تلقاه عيان ما دينه دريب، لكن ما بوريك انت ما مسكين، انت يقول لك تعال عيان اهي تعال تعال جيب البياض، اهم حاجة البياض طبعا، تديه البياض بعد ذاك يملاك توف 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 ويكتب لك حجبات وباخرات يغشك سايد، انت انت لو بتفهم، لو بتفهم الشيخ طالما هو بيمرض وما بيقدر يعالج نفسه من باب اولى انه ما بيقدر بيعالجك انت. لكن للاسف للاسف الليله الطلبه جايين من مجتمعات، من الجزيره ومن غرب السودان ومن شرق السودان ومن شمال السودان، كل هذه الاماكن مليئة بهذه العقائد، وإلا يكون زول داري غالط مساجد، يقول لك لا لا ما في صوفية وما في عقائد زي دي في المجتمع، وما في زول بيصدق الكلام ده، منو قال لك؟ منو قال لك؟ لسه في ناس بيعتقدوا إنه الشيوخ بينزلوا المطر، ولسه في ناس بيعتقدوا إنه الشيخ بيحوط له الزراعة، الشيخ عندك زراعة؟ عندك زراعة توديها للشيخ، تمشي للشيخ أبويا الشيخ الزراعة دي مطر ما فيها، الشيخ بيقول لك والله تدفع 3 مليون أنا بنزل لك مطر. مرة في الدويم، الدويم القريبة دي، واحدين من أخواننا مشوا الدويم دعوة، اللي يقول لك الجماعة عاملين شكلة في الجامع، في فكي قال لهم أنا بنزل لكم المطر، أدوا القروش مقدم، والمطر 40 يوم ما نزلت، فهمت؟ 40 يوم مطر ما نزلت، الجماعة بيتشاكلوا مع الشيخ، المطر ويني؟ ما في، القروش ويني؟ الشكلة مدورة، القروش المطر المطر القروش. اخواننا جو تكلموا وروهم قال لهم المطر دي بنزلها طب الله عز وجل. فدي موجوده في المجتمع، بجايه وتحسونا في الجزيره، قل من
يأتي من تلك البقاع ولا يعتقد في هؤلاء الرمم وهؤلاء الذين يسمون بالشيوخ. ديل الآن قاعدين مجتمعات زي دي، دي الكتب حقتهم، ده كتاب اسمه الفيوضات الربانية، ده انت عارف من هنا وجهنم ترانسيت، ولا يمين ولا شمال، ستوب سايد ماف، والله الذي لا اله الا هو، كتاب اسمه الفيوضات الربانية، داير تخش جهنم انا بكلمك، ولا تبقى شيوعي، ولا طيب، ولا تبقى مع العطالة اللي بيمزقوا بجايدل، ولا تخلط، ما عارف ليك حبيتك وحبيتيني، انت ده العطالة كمان قاعدين بجاي، في شلة بتاعت ما عارف اولاد ميكي واولاد ما، كده جايك ليه ما نصبر لي، انت قال الفيوضات الربانية ما بنخليهم، احنا شغلنا هنا كالشيعة عامة، تاني ما بنلقاك، انا القاك وين تاني؟ في الجامع ما بلقاك، القاك وين يعني؟ ما بلقاك الا في الحتات الزي دي، تجي مخرم بجاي بوريك الحاصل، انت الفيوضات الربانية ده بتاع صوفية، والله جد ما بتاع ابو جهل، ابو جهل الكلام ده لو قرأه بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انت في المآثر والاوراد القادرية، ده تشتريه من الدار السودانية للكتب، انت بيتكلم جوا هنا قاعدين جوا الجامعة هنا ديل قاعدين جوا هنا طيب بيتكلم هنا قال ذراعي من فوق السماوات كلها خليه ذراعي من فوق السماوات كلها بس ما مصدق تعال هات كتاب ابوك الشيخ تقراه عشان تعرف الكفر الله خلقه كفر زي ده ما بلاقي كل والله تقرا الانجيل بتاع متى بتاع مرقس بتاع لوقا يوحنا ما بتلقى الكفر زي بتاع الصوفية ده قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي فهمت؟ قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبتي أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بتفلتي النار بتاع إبراهيم عليه السلام الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ده قال طفيت أنا ده شيخ الطريقة الصوفية النار مولعة ملاها تف طفا طيب كده تعالت في لين البلاوي اللي شغالين دي في ستات شاي شغالات في بتاعين بنجو شغالين بتاعين خضراء وحمراء شاشة بندي فهمت كلهم شغالين تعال اطفي لنا النار حقتهم دي توف اطفي السيجارة بتاعته عشان يقد لك عينك يا صوفي فهمت تمش تقول انا طفيت النار بتاع ابراهيم وما برد النيران الا بتفلتي انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داودا حلاوة نغمتي انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة ده قال انا الله شيخ الطريقة الصوفية الكتاب ده حقهم عنده ثلاثة طبعات دي الطبعة بتاع اخر واحدة 2015 ولا 2014 ما عارف انت دي الطبعة الاخيرة والكتاب يطبع ولا بيحذفوا منه ولا كلمة واحدة ولا كلمة واحدة ما بيحذفوها كلهم ومحمد المنتصر الازيرك الصوفي بيجيبوا لك في التلفزيون قناة النيل الأزرق محشور جوا مع النسوان ليلك بيسوي شنو أنا ما أعرف فهمت زي صاحبي بتاع الدلوك البجاي ده والله قلقاو قاعد محمد المنتصر الإزيرك قاعد مع النسوان ده القلعة تغني بيمشي فهمت تمشي تجي بعديها رشخور تمش يجي بعديها فرفور يفرفر يمش يجي بعديها ود اللمين ده بغني من سند ما عارف ليك من الإنجليز بيتخيل ليه قاعد انت اربع سنين يا زول دي 400 سنه الله يهديك والله بيمش بعدين نجي محمد المنتصر في انت صوفي واخير الجبال ديلك وانت عارف الكلام ده والله انا بكلمك مش الفنانين ديل اللي بيغنوا الغنى ده حرام حرام عديل كده لا في القران لا في السنه زول قال الغنى حلال ما في الله عز وجل حرم الغناء لكن بعد الدين بتاع الصوفيه ده أسهل منه الغنى الدين بتاع الصوفية أسهل منه الغنى لأنه الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويروى إنه أحد الفنانين واحد كان فنان إنت تاب بقى صوفي والله جد
فنان كان بيغني تاب بقى صوفي. امتى؟ قعد مع الصوفيه، الصوفيه فتره طبعا اوووووب سخنا خلاص جيبوا الفته، فته متوهم حمتني النوم، الفته مشطه حمتنا النطه، الفنان فتر ذاته والله يا فنان. قال والله كنت تائبا ولا ادري. امتى؟ كان فنان بغني زايد اوه عينت ليك شفت ليك، جل الجماعه ديل شبكوا ليك اح 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 حي غيوم حي غيوم حي غيوم، فتروا ليك الفنان ذاته. فنان ما بيقدر بيلعب مع الجماعه ديل يا دول، ديل عطالة كبار بمستوى عالي. انت كلامي اديك انا زياده من كتب الصوفيه. ده كتاب ظهير الرياض تاليف عبد المحمود ابن الشيخ نور الدايم، عشان اوريك انه ما في صوفي نافع. ده كان طريقه قادريه، دي طريقه سمانيه. بعد شويه بنجيك لبقية الطرق. وفي كتاب هنا اسمه طبقات الشعراني. انت لو في واحد زعلان قال لنا ما تتكلموا في الصوفيه، تجي انا بديك الكتاب ده تقرا لي سطر واحد، عندي سطر معين كده خطيتي تحته خط، تجي تقرا لي السطر ده وقدام الطلبه دي. انت والله تاني ما تجي الجامعه، ديل قالين ادب يا زول. امتى؟ افتح صفحه 134. ده قال جاو ملك الموت. ملك الموت جلس زول ابوك الشيخ قال له يا زول اتخارج، ده ما زمن. ده جاير داريك بتروح المريد، ابوك الشيخ قال له اتخارج. 134. طيب قال في بيان الفصل السابع، ده قال لنا حجي فيك نحن، ده الدين بتاع الصوفيه. يجي كوز بجاي هؤلاء الصوفيه ادخلوا الاسلام، الله يسيل عينك. انت ده اسلام؟ ده اسلام يا كوز يا صوفي؟ ده اسلام؟ ده دين؟ انت قال في بيان ما اكرمه الله به من فسحه اجل من حضرت لقبض روحه ملائكه القبض عليهم السلام وشبه ذلك. طيب قال حدثني الفاضل الصالح الشيخ الحسين ابن الفقيه ابراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الاغبش. اغبش طيب الاغبش، الاغبش قال شنو؟ قال مرضت مرضا اشرفت فيه على الهلاك. ده قال مرض قرب يموت صوفي. طيب قال طيب قال الى ان يئس الناس، الى ان يئس كل الناس من حياتي، فجاءتني ملائكه القبض لقبض روحي. الملائكه دارين يقبضوا روح الصوفي الدرويش. شوف قال لهم شنو؟ طب تقول لي بتاع بانجو، والله ده بانجو ذاته هنا ما بيلعب. انت ده المساطيل بشنو؟ انا ذاتي ما عارف ده بيشربوا شنو نازل. انت قال فجاءتني ملائكه القبض لقبض روحي. قال فرايت سيدي الشيخ احمد الطيب البشير. الملائكه دارين يقبضوا روحه. قال شاف الشيخ احمد الطيب البشير. الشيخ عمل شنو؟ تعال اسمع. قال وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ مش قلت لكم ما تقبضوا روحه؟ والله هذا شنو عديل؟ تقول لي صوفية وإسلام، ما في علاقة بين الصوفية والإسلام يا أخونا. أنت قال ألم أقول أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ فرجعوا عند ذلك. قال طوالي رجعوا، خلوا طوالي. أنت يا زول ده كلام الآن أبو جهل قال كلام زي ده، الله يسألك أبو جهل في القرآن الكريم قال كلام زي ده ما قال. فرعون ما قال الكلام بتاع الجماعة ديل. الملائكة دارين يقبضوا روح المريد، أبوك الشيخ يقول لهم يلا 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 خارج اتابع علينا. انت ولسه قال ونظير هذه الحكاية زيها تاني ما ذكره سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني، كتابه قاعد عفين خالص. انت قال في ترجمة سيدي الشيخ محمد الشربيني. انت قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت، عنده ولد دار يموت، طيب عمل شنو؟ قال حضر إسرائيل لقبض روحه. أنت طيب وإسرائيل لما ملك الموت ما اسمه إسرائيل، الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن قال جا ملك الموت دار يقبض روح ولده أحمد. طيب قال فقال له الشيخ، الشيخ قال لملك الموت قال له ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ. قال له دار تقبض روحه هاي؟ قال له أرجع لي الله طوالي، أرجع أرجع بالله تقبض روحي شنو؟ أرجع قول لي الموضوع ده انتهى مرة واحدة، انتهينا منه. ده الدين بتاع الصوفية، ما مصدق هذا الكتاب أقرأه. أنت واصبر لي جايك لأولاد ميكي برضه، أصبر ننتهي من دي الأول حاجة، دي ننتهي منهم بعد ذاك بجيك لهم إن شاء الله عز وجل.
انت واحد قاعد واحدين صلاة ما صلى صلاة ما صلى قاعد بس لاصق جنب البيت تقول بي صباح عمير لا بيت انت النازل بيقولوا شنو كده انا دار اعرف العطالة والشباب القاعدين يسمى خالطين بيقولوا شنو نازل بالضبط كده بيقولوا شنو سلام عليكم عليكم السلام اها بقي الصلاة قصة ما بتنتهي انا قلت لك قاعدين من الساعة 2 لحد الساعة 4 لا ظهر لا عصر انت قاعدين يتونسوا انت يا اخي احنا متزوجين ما بنتكلم كلامك ده يا بجي خش البيت سلام عليكم عليكم السلام الليله الجو كويس هاي ثاني في شنو في شنو ثاني بس اقعد هاي لا طبعا انا بحبك كويس وانا كذلك انت وانت وانا من حقنا نفرح نطير انت زي الفراش في مكان بعيد تلقانا ساقعد تخمنا خلي تخمكم لا انت الجوك لا انا انت ديل قاعد يسوي شنو انا دار اعرف شباب عطاله انت الله يهديهم قاعدين الان وديل اغلبيتهم وانا بحذر الشباب فهمت بحذر الشباب اوعد غشك بيت في الان الشيوعيين وغيرهم والعلمانيين بيشركوا بالبنات زي الصوفيه الصوفيه بيشركوا لك بالقران والفتى يقول لك نحن عندنا فتى وعندنا ذكر وحوليه الشيوعيين بيشركوا لك بالبنات ما عارفين الامه دي مرضانه واحد جاي من هناك يقول لك والله الجامعه دي فيها كيكس اسكت ساكت بتلقى لك شيوعي ولا شيوعيه فهمت بتغشك بتغشك بتعزمك برجر وانت هناك شغال بالمهيوبه وكسره وعصيده فهمت جيت الجامعه بتعزمك بعد بكره بتركب فيك مكنه بتاع الشيوعيين بكره تجي تقول لنا هنا انا اعتقد حقيقه على مستوى هذه الجامعه انه والله ما في وده غشته مره الباطل ده غشته مره فهمت واغلبيه الناس الان الغشوم الشيوعيين غشوم بين نسوان وانت راجل راجل تغشك مرة وتتبع عليك مرة اخر الزمن انت فانت احذر وانت خالد طلع شنو ذاتك الجامعه دي كلها 4 سنوات ولو ادوك ثاني 5 سنوات ودبلوم 3 سنوات 3 سنوات تقرضهم جمارك يا اخي انت الا تخلط يعني الا تخلط ما في طريقه يعني تقعد سايد كده تخش الجامعه المقاعه من المحاضره وتطلع طوالي تمش الا تقعد لك مع بيت وزي ما انت قاعد لك مع واحده بجاي بالمناسبه في واحد شفت فهمت في واحد بغادي قاعد مع اختك والله صحيح انت قاعد الشغله دي بجاي بس انت مش قاعد بهيني بتتونس مع بنت الناس اختك في واحد بهناك بيكون قاعد معاه ما كما تدين وتدان لو بترضى الكلام ده حسبه في مخك لو بترضى بعد داخل السايد انت كلامي وانا ما اقدر اطيل على الناس من وراي متحدثون اقدم اخونا الاستاذ محي الدين وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.